مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو التعليمي لبرنامج الفوتوشوب. سنشترك من خلال هذا الفيديو إلى شرح طريقة دمج الصور في الفوتوشوب. وقبل أن نبدأ في الشرح أشكركم على تعليقاتكم المحفزة لنا والتي لها دور كبير في استمرارية قناتنا في نشر المزيد من الفيديوهات التعليمية. كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة لأن هناك إحصائية تفيد بأن أكثر من 80% من مشاهدي القناة غير مشتركين. إذن لنبدأ في الشرح. وأولا قوموا بتحميل الصور المستخدمة في هذا الدمج، رابط تحميلها في وصف الفيديو. كذلك من ضمن هذه الصور توجد صور تحتاج إلى القص مثل صورة الطفل وصورة هذا الأندرغراوند. لا عليك، فأنا قمت بقص هذه الصور ووضعتها لكم PNG فلا تحتاج إلى قصها. إذن في الأول سنضغط على Create New، سنضع 1920 ثم 1080. إذن نضغط على Create. أول شيء سنقوم بإضافة صورة هذه السماء سكاي. إذن سنضغط على Alt ونقوم بتكبيرها حسب أبعاد التصميم بهذا الشكل، ثم نضغط على Enter. ثم نقوم بإضافة صورة ثانية وهي صورة القمر بهذا الشكل، نضغط على Alt ونقوم بتكبيرها حسب أبعاد التصميم بهذا الشكل، نضغط على يمين الفأرة ثم Flip Horizontal، نضغط على Enter وفي البلندي مود نغيرها إلى Overlay، نضغط على Ctrl G لنسخ هذه الطبقة ونغير البلندي مود إلى Linear Dodge Add ونضع في الفيل 15% فقط. الآن سنقوم بإضافة صورة أخرى وهي صورة Skylight. الآن نضغط على Shift ثم Alt لتكبيره على مستوى العرض حسب التصميم بهذا الشكل، ثم Enter. في البلندي مود سنضع Screen فقط للحفاظ على الأماكن الفاتحة. بعد ذلك نضغط على Adjustment ثم Levels ونضغط على Clipping Mask، ثم نقوم بتحريك هذا السلايدر بهذا الشكل حوالي قيمة 40 حتى تبدو الأماكن الداكنة أكثر Dark بهذا الشكل. الآن سنضع توازن لوني في التصميم بالكامل Adjustment وبالColor Balance التوازن اللوني. سنقوم بالزيادة حول السيان حوالي هذه القيمة ناقص 8. سنحرك السلايدر نحو البلو بهذا الشكل. الآن سنقوم بإضافة الأندرغراوند، إذن ستجده مقصوص. سنقوم بتعديل موضعه بهذا الشكل، سنقوم بتصغيره قليلا ووضعه هنا ثم تضغط على Enter. Ctrl 0 لإرجاع الأبعاد لهذا المشروع. إذن أول شيء نضغط على Adjustment، بعد ذلك سنضغط على Curves هذه الأداة. هذا الخط يعني هذا المنحنى سنقوم بإنزاله إلى بهذا الشكل. ولا تنسى أن تضغط هنا على Clipping Mask لتطبيقه فقط على هذا على صورة الأندرغراوند. كما تلاحظ أصبح أكثر Dark. الآن نضغط على Adjustment مرة أخرى، بعد ذلك Color Balance. وبما أن الخلفية تميل إلى اللون الأزرق، إذن هذا الأندرغراوند يجب أن يكون يميل إلى الأزرق. إذن سنعمل له توازن لوني، يعني سنقوم بتحريك السلايدر نحو السيان ونحو البلو أيضا. إذن كما تلاحظون أصبح لون أزرق لكن على التصميم كامل. لا تنسى الكليبينج ماسك بهذا الشكل. الآن نضغط على Adjustment، بعد ذلك Exposure. سنقوم بإنقاص الإكسبوجر وتحريك السلايدر حوالي ناقص 1 أو 2 بهذا الشكل، ونضع Clipping Mask. لا تنسى أن تقوم بتحديد الماسك من هنا، ثم أداة التدرج اللوني، ولا تنسى أن يكون اللون الأبيض في الفورجراوند واللون الأسود في الباكجراوند. بعد ذلك ستقوم بالضغط ثم السحب بهذا الشكل حتى يكون أسود من هذا الجانب. عملنا تدريج يعني في إخفاء هذا التأثير كما تلاحظون. الآن Adjustment، بعد ذلك Hue and Saturation درجة وتشبه اللون. لا تنسى Clipping Mask، ثم نضغط هنا على Colorize بهذا الشكل، وفي الهيو درجة اللون أزرق فاتح يعني السيان، والساتوريشن يجب أن يكون عالي قيمة تصل إلى 90
يعني حسب رؤيتك للتصميم. نسينا أيضا اللايتنس، سنقوم بالزيادة في اللايتنس حوالي زائد 15 بهذا الشكل. الآن نأتي إلى هنا ونقوم بالضغط مرتين بهذا الشكل لفتح قائمة اللاير ستايل، ونأتي في البلندنج اوبشنز، نأتي إلى خيار البلند اف. لماذا البلند اف؟ حتى نقوم بتطبيق تأثير الهيو اند ساتوريشن على الأماكن الفاتحة فقط، ولا نريدها على الأماكن الغامقة التي هي دارك. إذا في الأندرلاين لاير سنقوم بسحب هذا السلايدر. إذا كما تلاحظون وأنت تحرك في سلايدر يختفي التأثير من المناطق الداكنة. إذا نريد في هذه القيمة، بعد ذلك سنضغط على Alt من الكيبورد ونضغط هنا. مدور Alt وهو عمل يعني Transition Smooth، يعني يكون انتقال ناعم بين الألوان الفاتحة والألوان الداكنة. فكلما زدت كما تلاحظ يعني هنا يكون، يعني لاحظ معي الترانزيشن هنا يكون شارب حاد. إذا ضغطت على Alt يصبح الترانزيشن سموث. إذا هذا هو دور البلند اف، ثم نضغط على اوكي. الآن نأتي إلى اللاير ماسك، ثم نضغط على كنترول اي لعكس الماسك، ونقوم بإظهار التأثير أينما نريد بالبراش تول. في الأوباسيتي 100% والفلو نضع فقط 30%، واللون الأبيض. إذا لا تنسى تحديد السوفت راوند وهي البراش الناعمة، ثم نقوم بإظهار التأثير، نقوم بإداره بشكل تدريجي. الآن نضع الأوباسيتي فقط 60%، والأماكن البعيدة على القمر يجب أن تكون يعني فيها تأثير قليل نوعا ما بهذا الشكل. لأن كما تلاحظون أتى لنا يعني توزيع احترافي للإضاءة. الآن سنقوم بعمل inner glow. إذا سنقوم بتحديد طبقة الأندرجراوند، يا إما نضغط مرتين كما قمنا بعمل بفتح البلند اف، يا إما أن نأتي إلى هنا ثم نقوم بتحديد الانر جلو بهذا الشكل. نقوم بتحديد لون سيان يكون قريب الى الابيض نوعا ما. اذا مثلا هذا اللون. في البلند مود ضع لينير دوج اد، اوباسيتي 100%، والسايز حوالي 10 فقط، ثم تضغط على اوكي. اذا ناتي الى الانر جلو من هنا كما تلاحظون، ثم نضغط على يمين الفأرة ثم كرييت لاير من هنا، ثم نضغط على اوكي. ستلاحظون ظهور طبقة الانر جلو هنا، سنقوم بوضعها فوق جميع الطبقات بهذا الشكل وعمل لها ماسك من هنا. اذا نضغط على كنترول اي لعكس الماسك، وبالبراش تول سنقوم باظهار التأثير اينما نريد. اذا الفلو والاوباسيتي ساضع في الاول فقط 80% بالنسبة للاماكن القريبة من القمر بهذا الشكل، وأضع 40% فقط في الأماكن البعيدة عن القمر بهذا الشكل. عفوا لم أضع 40%، إذا 40% هنا ومن هنا. إذا لاحظ معي كيف عمل لنا هذا التأثير. وإذا وجدت التأثير يعني قوي جدا، يمكنك الإنقاص من الأوباسيتي إلى 80% فقط. الآن سنقوم بإضافة صورة البوي الطفل. إذا سنقوم بسحب صورة الطفل إلى هنا، نضغط على Alt لتصغيره بهذا الشكل، ونقوم بوضعه في مكان يعني يبدو وكأنه ينظر إلى توهج القمر، ثم نضغط على Enter. أول شيء سنقوم بعمله هو الشادو. إذا أول شيء نقوم بعمله في الشادو وهو الكونتاكت شادو. إذا نقوم بعمل لاير جديد، إما الضغط هنا أو الضغط على Ctrl Shift N. سنسمي الطبقة Contact Shadow ونضع خلف طبقة البوي. وبالبراش تول واللون الأسود ضع في الأوباسيتي والفلو 100%. إذا سنقوم بالتكبير عن طريق Ctrl زائد، وقم بالتركيز في هذه الخطوة. بهذا الشكل سنضع Contact Shadow. إذا قمنا بعمل الكونتاكت شادو. الآن سنقوم بعمل لونج شادو، يعني الشادو الطويل، عن طريق نسخ هذه الطبقة وتحويلها إلى راسترايز لاير، ونأتي إلى هنا ثم كالر اوفرلاي ونعطيها اللون الأسود. الآن نضغط على يمين الفأرة ثم راسترايز لاير ستايل، ونضعها خلف طبقة البوي بهذا الشكل، لا تظهر لأنها بالطبع خلف طبقة
البوي بهذا الشكل. إذا نضغط على كنترول تي ثم نضغط على كنترول من الكيبورد ونقوم بالسحب من وسط الأعلى، يعني من هنا نضغط على كنترول ونقوم بالسحب من هنا. إذا سأضعها في هذا الموضع ويمكنك التكبير بهذا الشكل ثم انتر. إذا كما تلاحظون كلما كانت الإضاءة يعني سوفت كبيرة كلما كان يعني الشادو سموث ناعم وليس حاد يعني شارب. إذا سنضع فلتر ثم بلور ثم جوشيان بلور ونضع حوالي 6 بيكسل ثم انتر. وفي الأوباسيتي فقط ضع 80%. ويمكننا عمل أيضا البلند اف عن طريق الضغط مرتين ثم نأتي إلى الأندرلاين لاير ثم نقوم بالسحب حتى لا يظهر الشادو على الأماكن الفاتحة، ثم بالت حتى يكون ترانزيشن بين الأماكن الفاتحة والأماكن الغامقة ثم اوكي. بهذه الطريقة ستحصل على ظل احترافي. الآن نقوم بتحديد صورة البوي ثم نقوم بعمل توازن لوني عن طريق adjustment ثم color balance. نقوم بالزيادة في الريد حوالي 20 ثم نقوم بالزيادة في البلو ولا ننسى الكليبين ماسك. الآن سنقوم بزيادة في اللون الأصفر adjustment، بعد ذلك hue and saturation، وفي الماستر نقوم بتحديد اليلوز والساتوريشن التشبع اللوني سنقوم بالزيادة حوالي 4 ولا تنسى الكليبين ماسك أيضا بهذا الشكل. الآن نقوم بعمل adjustment ثم hue and saturation، كليبين ماسك لا تنساها، ونقوم بتحويل البلاندي مود من normal إلى multiply، وفي اللايتنس نقوم بالإنقاص حوالي ناقص 25. إذا نأتي إلى هنا وبالبراش شول واللون الأسود سنقوم بإخفاء يعني هذا الدارك على جانب الطفل حتى تأتي إضاءة متوزعة بهذا الشكل. بما أنه ينظر إلى القمر المتوهج فمن الطبيعي أن تكون الإضاءة على جوانب هذا الطفل. إذا الآن نضع exposure adjustment بعد ذلك exposure clipping mask ثم نقوم بالإنقاص حوالي ناقص 2 ونفس الشيء نفس الماسك سنقوم بتطبيقه على الإكسبوجر، نفس الماسك الذي قمنا بتطبيقه على الهيو أند ساتوريشن. إذا لا داعي لعمله مرتين، إذا فقط نقوم بتحديد الماسك الخاص بالهيو أند ساتوريشن ثم نضع Alt من الكيبورد ونقوم بالسحب إلى طبقة الماسك الخاصة بالإكسبوجر. تظهر هذه النافذة Replace Layer Mask Yes حتى لا نقوم بتكرار العملية مرتين ونضمن السرعة في الدمج. الآن سنقوم بعمل inner glow، نفس الشيء ما قمنا بتطبيقه على الأندرغراوند هذا الانر glow سنقوم بتطبيقه على البوم. إذا نأتي إلى قائمة layer style ثم inner glow ونقوم بتحديد سيان يكون سيان قوي 100% linear dodge add و 10 بيكسل ثم اوكي. إذا نفس الشيء create layer من هنا اوكي ونضعها فوق جميع هذه الطبقات ونعمل لها ماسك كنترول اي ثم بالبراش شول واللون الابيض اوباسيتي والفلو يكون 100%. اقوم بالتكبير. اذا بالبراش شول سنقوم بالتصغير ثم الاظهار بهذا الشكل. الاماكن البعيده نوعا ما مثل هذه الرجل سنقوم بقص اوباسيتي فقط 60% ونقوم بتطبيق هكذا. إذا الآن انتهينا من التصميم، بقي لنا أن نقوم بتطبيق يعني لون أسود أو دارك للأماكن الجانبية عن طريق adjustment، بعد ذلك curves، نقوم بعمل نقطة من الوسط ثم نقوم بالسحب بهذا الشكل ثم بالبراش tool واللون الأسود opacity والflow 100%. نقوم بتكبير البراش ويعني الفوكس في هذا الدمج على الطفل والقمر. إذا نقوم بالضغط بهذا الشكل حتى يعني الأماكن الغير مهمة في التصميم يأتي لها لون أسود دارك بهذا الشكل. يعني هنا انتهينا من التصميم ويمكنك التعديل على أي شيء. مثلا وجدت أن الهيو أند ساتوريشن المطبق مثلا
كتير نوعا ما، يمكنك الإنقاص من هنا مثلا، أو عمل له opacity 70% بهذا الشكل، يمكنك التعديل على أي شيء. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأتمنى أن تكون قد استفدتم من هذا التصميم وتقنيات الدمج. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كذلك لا تنسوا بدعمنا بلايك، وأي شيء أي خطوة غير واضحة في هذا الفيديو قوموا بعملها في تعليق لنقوم بالتوضيح لكم. إلى اللقاء في فيديو آخر.